اتفاق مصري سعودي على تعزيز الشراكة الاقتصادية ونقلها إلى آفاق أوسع. الاتحاد الأوروبي يأمل في منح أوكرانيا صفة المرشح لعضويته هذا الأسبوع، وروسيا تعزز مواقعها في إقليم دونباس. مئات القتلى والجرحى في زلزال قوي يضرب شرقي أفغانستان. العاشرة صباحاً، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة عبر شاشة أكسترا نيوز، ومن العناوين إلى التفاصيل أهلاً بكم. والبداية بالعلاقات المصرية السعودية. ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ختام زيارته الرسمية إلى مصر. كان الرئيس السيسي قد استقبل بقصر الاتحادية ولي العهد السعودي. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري، ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر، حيث عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة موسعة شملت وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث رحب السيد الرئيس بصاحب السمو وبلغ تحياته إلى الملك سلمان متمنيا له دوام الصحة والعافية، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في نهاية زيارته العزيزة إلى مصر، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان مغادرا بلده الثاني مصر.
هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما. وفي البيان الختامي المشترك بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة، عبر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني. من جانبه أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما حث إثيوبيا على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. أما في الشأن الاقتصادي والتجاري فقد اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وإلى شأن آخر، حيث تختتم اليوم فعالية النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام وتنمية المستدامين والمنعقد تحت رعاية الرئيس السيسي بعنوان إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي، مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود ومستدامة. جاء انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى كمحطة هامة على طريق انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث ناقش المنتدى تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بما يشمل الترابط بين التكيف مع تغير المناخ وبناء السلام، وتداخل تغير المناخ مع الأمن الغذائي والمائي، والعلاقة بين النزوح وتغير المناخ في إفريقيا، ودور الشباب الإفريقي في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق السلام والتنمية المستدامين، خاصة في مواجهة تغير المناخ. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين منصة إفريقية أثبتت أنها محفل إفريقي فعال وجامع يتم فيه مناقشة مختلف التحديات والتهديدات التي تواجه القارة. وفي كلمة مسجلة أمام الدورة الثالثة للمنتدى، أشار الرئيس السيسي إلى أن المنتدى ينعقد هذا العام في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة تنعكس أثارها على البلدان الإفريقية، لا سيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة. أرحب بكم في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تلك المنصة الإفريقية التي تثبت يوما بعد يوم منذ إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 أنها محفل إفريقي فعال وجامع نناقش فيه معا مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة، ونسعى من خلاله إلى بلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة وتعزز التعاون فيما بيننا ومع مختلف الشركاء الدوليين. ينعقد المنتدى هذا العام في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الإفريقية، لا سيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لتضاف بذلك إلى جملة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي ما تزال دولنا تعاني من آثارها السلبية. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية تضافر الجهود المشتركة لمجابة هذه التحديات وتعزيز قدرتنا على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023. في جلسته العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023. وافق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية
موازنة مجلس النواب وعدد من مشروعات الموازنات الأخرى بشكل نهائي. الموازنة بتعرض على السيد رئيس الجمهورية اللي أصدر بها قرار جمهوري ويعمل بها ابتداء من أول يوليو 22. الموازنة راعت أبعاد كثيرة، راعت تحقيق الاستحقاقات الدستورية، البعد الاجتماعي. وخلال الجلسة وافق المجلس على اتفاقية تعديل معدل الفائدة ب40 اتفاقية مع البنك الدولي في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي واستبداله بمعدل جديد. كما وافق المجلس نهائيا على قانونين، مد وقف العمل بضريبة الأطيان ومد العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقد. قانون إيقاف العمل بأخذ ضريبة على الأطيان، ويمكن ده قانون مهم للغاية في الفترة الحالية، خاصة مع الأزمة الدولية اللي حصلت ما بين أوكرانيا وروسيا والأزمة الأمن الغذائي عالميا. القانون الآخر اللي تم الموافقة عليه هو بيدي أحد محاكم استئناف القاهرة إن هي تنظر بعض القضايا الخاصة بالنقد، وده طبعا بيخفف العبء على محكمة النقد وبيعمل تسارع في الإجراءات التقاضي، ومنها طبعا هيحس بيها المواطن، يحس بعدالة وتؤدي إلى سلم مجتمعي واستقرار في النظام القضائي. وفي نهاية أعمال الجلسة أحال رئيس المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالنواب لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدر استقبل وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان للاطلاع على الرعاية المقدمة للنزلاء. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. استمرارا لسلسلة الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على برامجها التأهيلية والرعاية المقدمة للنزلاء، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدر وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن زيارات يقوم بها المجلس لهذه المراكز لمشاهدة نظم الإصلاح والتأهيل الحديثة والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويأتي في مقدمتها الحق في الرعاية الصحية والتي يوفرها المركز للنزلاء بالمركز الطبي المتطور داخله والمجهز بكافة التقنيات التي أشاد بها أعضاء الوفد بعد متابعتهم لحالة النزلاء الصحية داخله والرعاية المقدمة له. بيستمر الانبهار بتاعي بالمراكز التأهيل والإصلاح الجديدة، يعني يمكن زرت قبل كده عدة مراكز، من المراكز الجديدة اللي بنشوفه النهاردة ده شيء يعني غير عادي، يعتبر يعني تغير كبير جدا في الفلسفة العقابية اللي بتتبعها وزارة الداخلية من خلال تغيير المسمى وتغيير المحتوى. وجود قسم خاص اسمه مركز صحة المرأة خاص بالكشف المبكر عن بعض الأمراض الخاصة بالنساء تحديدا، وبصراحة وجدنا أجهزة للأشعة متقدمة جدا. انتقل الوفد إلى مبنى التأهيل والحضانة حيث اطلعوا على منتجات النزيلات من مختلف الحرف اليدوية التي أتقنوها داخل المركز في إطار برامج التأهيل والإصلاح المطبقة والتي يشرف عليها خبراء ومختصون لتنمية مهاراتهم الحرفية والتعليمية وكذلك الفنية. هناك نقلة نوعية غير مسبوقة في أماكن الاحتجاز في مصر، بتضاهي كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية اللي وقعت عليها الدولة المصرية، والهدف النبيل فيها هو المواطن المصري، وفلسفة الإدارة في هذا الشأن هو عدم معاقبة النزيل مرتين، يكفي عقابه اللي أصدرته المحكمة. سعيدة إن أنا شاركت النهاردة وشفت على أرض الواقع كل التجهيزات اللي بتتعمل، كل الأجهزة الجديدة والحديثة اللي متقدمة لكل النزلة، فحقيقي حاجة مشرفة جدا لله. واطلع الوفد على الرعاية المقدمة للنازلات وأطفالهن داخل الحضانة. شملت الزيارة مشاهدة الرعاية المعيشية المقدمة للنزلاء وكذا مبنى التعليم الفني والتأهيل للنزلاء
فهنا يتم إكسابهم حرفة تساعدهم على سرعة الاندماج في المجتمع وبداية حياة جديدة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع الاهتمام بالتعليم لتصحيح المسارات الفكرية وسلوكيات النزلاء لرفع مستواهم التعليمي والثقافي. شفنا النهاردة تجربة جيدة جداً لمركز إصلاح والتأهيل في مدينة بدر، اللي بنشوف فيه التنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للاحتجاز في مصر، وإنه في بالتأكيد فلسفة عقابية جديدة. هذا المكان يعتبر بمثابة تطبيق للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهذا ما دايما يشير إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. زيارات أثبتت مدى ما تتمتع به مراكز الإصلاح والتأهيل من إمكانيات وقدرات لوجستية وبرامج اجتماعية وتأهيلية لتأهيل النزلاء وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وأعلى المعايير الدولية في مجال السياسة العقابية، بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع. وفي سياق التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد ارتفعت نسبة التضخم في المملكة المتحدة في شهر مايو إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عاما، وذلك بعد زيادات كبيرة في تكلفة الوقود والكهرباء والأطعمة والمشروبات. وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات إن المعدل تسارع إلى 9.1% من أصل 9% في الشهر السابق. هذا وتوقعت البيانات أن تتخطى نسبة التضخم حاجز 10% قبل نهاية هذا العام. من جانبه أكد وزير المالية البريطاني أن الحكومة تستخدم جميع الأدوات المتوفرة لديها لتقليل التضخم ومكافحة الأسعار المرتفعة. بدورها نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن دراسة بريطانية حديثة أكدت أن أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تزداد سوءا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى لانخفاض إمكانات النمو وما تسبب في خسارة رواتب العمال بمئات الجنيهات سنويا. هذا وأفادت الدراسة بأن العامل البريطاني سيعاني من فقدان نحو 500 جنيه استرليني سنويا من الأجر كل عام بحلول عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضافت الصحيفة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضر بالقدرة التنافسية للصادرات البريطانية على الساحة العالمية في الوقت الذي تضطر فيه الشركات للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. ضغوط التضخم اليوم لم تعد قاصرة على الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل طالت غالبية الأسواق الناشئة حول العالم مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نتابع المزيد في العرض التالي مع الزميلة ندى رضا. أهلا بكم. مع استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، يندفع الملايين من الأشخاص إلى منحدر الفقر، حيث يضرب التضخم بقوة الاقتصادات المتقدمة والنامية. ففي أستراليا ارتفعت تكلفة الخضروات وحدها بنسبة 12.7% على أساس سنوي، في حين ارتفعت تكلفة الأسمدة بنسبة 120% مقارنة ب 24 شهر ماضية. وقد يؤدي نقص الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء في بعض الولايات إلى شتاء أسترالي قاتم. أما في الفلبين فقد ارتفعت تكلفة الذرة والخضروات والزيوت والدهون، حيث تعاني أكثر من 12.2% من العائلات الفلبينية من الجوع مرة واحدة على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية. ومرورا بتايوان، فقد ارتفع التضخم بأكثر من 3% خلال مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الوقود بنحو 13% في مارس. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد في محاولة لاحتواء الأزمة.
ولم تسلم جنوب إفريقيا من أضرار الأزمة، حيث تشهد ارتفاعا في تكاليف الوقود والكهرباء. وفي نيجيريا قال البنك المركزي إن ارتفاع التضخم يمكن أن يصبح اتجاها سريعا، حيث أعلن عن أول ارتفاع في أسعار الفائدة منذ 2016. وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية مرة أخرى في أبريل إلى 19%. أما عن دول القارة الأوروبية فبلغ معدل التضخم في بلجيكا 9%، وهو أعلى معدل له منذ 40 عاما. وقد تواجه الأسرة المتوسطة زيادة تتراوح بين 500 و600 يورو في تكلفة المعيشة، وذلك بحلول نهاية الصيف. في إيطاليا ارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 6.8% في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 23 عاماً. وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 42.6% على أساس سنوي. أما أيرلندا فبحسب صحيفة The Guardian فإن خمس السكان في واحدة من أغنى دول الاتحاد الأوروبي يعانون من ارتفاع الأسعار بنسبة 7.8%، وذلك في شهر مايو، وهو أعلى ارتفاع منذ 38 عاما. أخيرا في ألمانيا ارتفع التضخم إلى 7.9% في مايو الماضي، ليسجل معدلا قياسيا. كانت منتجات الطاقة في شهر مايو أعلى تكلفة بنسبة 38.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 11.1% على أساس سنوي. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول أبرز الاقتصادات المتقدمة والنامية والتي تأثرت بشدة جراء التداعيات السلبية لأزمة أوكرانيا. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. أعرب مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب باريل عن أمله بأن يمنح الاتحاد أوكرانيا صفة المرشح لعضويته هذا الأسبوع. وأشار بوريل إلى أنه أبلغ وزير الخارجية الأوكراني بنتائج مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والتي جرت مؤخرا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم الثابت لأوكرانيا طالما سيكون ذلك مطلوبا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 15 من مدافع هاوتزر M777 والتي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لأوكرانيا. وأضاف متحدث الوزارة أن صواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو دمرت 4 مستودعات للذخيرة في لوهانسك، كما أنها ألحقت خسائر بأفراد ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الأوكراني يجهز تحصينات ونقاط نارية في المستشفيات والمدارس في لوهانسك ودونيتسك، كما قام الجيش الأوكراني بتجهيز ثكنات ونشر عربات مدرعة ومدفعية وراجمات صواريخ في سلافيانسك، وجهزوا مستودعات للذخيرة والأسلحة ونشروا مركبات مدرعة ومدفعية. أعلنت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان مصرع 255 شخصا وإصابة المئات في زلزال عنيف ضرب شرق البلاد،
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، حيث ضرب أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. فيما أكد مركز رصد أوروبي أن الزلزال شعر به 119 مليون شخص في أفغانستان وباكستان والهند. أما في الهند فقد ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في بنغلاديش والهند إلى 112 شخصا على الأقل. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع والطرق في بنغلاديش، كما تسببت في عزل العديد من المناطق في البلاد. أما في الهند فأسفرت الفيضانات عن تشريد الآلاف من الأشخاص من منازلهم. في ختام جولة العاشرة صباحا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. اتفاق مصري سعودي على تعزيز الشراكة الاقتصادية ونقلها إلى آفاق أوسع. الاتحاد الأوروبي يأمل في منح أوكرانيا صفة المرشح لعضويته هذا الأسبوع، وروسيا تعزز مواقعها في دونباس. مئات القتلى والجرحى في زلزال قوي يضرب شرقي أفغانستان. لمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكراً على طيب المتابعة، صاحبتكم في هذه الجولة الإخبارية داريم مصطفى، حتى ألتقيكم من جديد، أترككم في أمان الله.